أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي على الفرق بين النوت 9 والاس 10 بلس. سو شو الفرق بيناتهم؟ حنشوفه هلا. يا زلمة بتفوت على اليوتيوب بتلاقي 500 شخص عم بيحكيك على السكرين سايز وديتيلز. يعني الشخص ما بده هيك. الشخص اللي عم بيحضرني هلا مثل حضرتك ومثل حضرتك اللي عم بيحضروني هلا هول ما بدهن هيك. بدهن هاي من الاخر. اعطيني من الاخر، يلا خلصني، بدي اعرف فيني اخذ هيدا ولا هيدا، انو تليفون فيني اخذ، بدي سرعه، بدي كذا. سو الحق معهم. انا جاني كثير على الانستغرام، على الفيسبوك اجاني. يعني شو الفرق؟ ليش ما عملت مقارنه بين الاس 10 بلس والنوت 9؟ اوكي، هلا حعمل لكم مقارنه ونشوف وانت حكم. هيدا موضوع عايد لك. ديفايس كير. اوكي، منشوف الستورج تاعيت هيدا والستورج تاعيت هيدا. اوكي، عنا 128 جيجا. اوكي، الاثنين عليهم 128 جيجا ستورج. اوكي، بنرجع باك بنشوف الميموري. ايه عندي هون 6 جيجا ميموري وهون 6 جيجا ميموري. طبعا في منه هيدا الاس 10، في منه ال 8 جيجا مع 256. سو بس اتذكر هالموضوع هيدا. هو اهم بارت اللي هو هيدا القلم. اوكي، القلم كتير كتير مهم. طبعا القلم ما بس مخصص للكتابة، القلم مخصص لكتير اشياء. فيك تشتغل فيه على التصوير، فيك تصور من بعيد، بيكتشر تاخد، فيك تفتح تاخد سمارت سيلكت، تعمل سيلكشن لشي معين على ويب سايت او شي او اي صورة بدك اياها تعملها سيلكت تيكت وبتعمل اللي بدك اياه. لايف مسج تبعت تكتب بالشي يلي انت بتحبه بالمسج، بيعمل لك فيه حركات وديزاينات والى اخره. سو في اشياء كتير حلوه. ترانسليتر، بس توقف على الكلمه انت على جوجل ترانسليتد لاي لانجوج بالعالم. اوكي، سو هيدا القلم كتير مهم. يعني فيك تستعمله كمان از بلوتوث او اذا عندك محاضره. هلا بنحكي على موضوع الأهم اللي هو سامسونج داكس. سامسونج داكس حتفيدك مع القلم لأنه باوربوينت والآخر. هلا بتشوف شو هي السامسونج داكس. خليني ورجيكم شغلة بس حلوة يمكن ما بتعرفوها بالواي فاي. لما بتعمل واي فاي اون في عندك فوق شيء اسمه واي فاي دايركت. إذا بضغط هون بضغط هون. أوكي، الحلو فيه أنك فيك تنقل صور. مثلا انا هون بعمل كليك بقول لي اكسبت اكسبت، بيجي لهون بختار فوتو مثلا، هيدي الصوره مثلا خلينا نختارها. اوكي، كليك بعمل لها سيلكت وبقول له شير. لما بعمل لها شير بختار واي فاي دايركت، immediately انتقلت بس عمل كليك وشير. هلا بتروح على التليفون فورا دايركت، بتصير عنا هون كليك هاي الصورة مثل ما كنتم شايفين. هاي الصورة هون شايفين شو سريعة عملية اوكي. سو هيدي الواي فاي دايركت. اوكي، يزوم ان، شايفين كيف تصور. بتصور بين معكم هيدا الاستن وهيدا النوت. يعني ما بعرف انتو يمكن شايفين شي تاني عالسكرين، بس انا اوكي في وضوح هون، بس هيدي فيها ديتيلز اكتر. بحسن نفس الشي الاثنين، يعني ما في فرق. مني حاسس انا في فرق كبير او ضخم بالتصوير. يعني ماني حاسس انه في فرق، يمكن ديتيلز اكتر. خليني ورجيكم صور فيديو مثلا هيدا النوت وهيدا الاستن. اوكي،
انتو حكموا يعني هيدي الفيديو. في عنا الباور شير نكبس عليها. اوكي سو هون لازم نحط اوكي مثل ما كنتم شايفين عم يشرج. وايرلس تشارجر اوكي فيني شيل الهاي وحط انت فعليا عندك لابتوب. كيف عندك لابتوب؟ يعني انت عندك هيدا الكيبل. هيدا الكيبل اسمه داكس كيبل اوكي. هيدا الداكس كيبل فيك تشتريه من سامسونج اوكي. بس توصل هيدا الديفايس وهون HDMI وخلصت. بصير عندك لابتوب على سكرين. الماوس بتصير هون عندك على سكرين. هلا بتشوفوها كيف طريقتها. طريقتها حلوه كتير. يعني اذا انت رايح على فندق بتاخذ معك هيدا الكيبل. رايح على فندق كل الفنادق فيهم سكرينز. كل السكرينز فيهم لازم HDMI. سو انت فيك تستعملوا هيدا الديفايس لهيدا الموضوع. سو كتير مهم. هيدا الشيء منه موجود بابل. يعني انا عم بحكي مع الاشخاص اللي عندهم ابل وهيدي موجوده. طبعا هيدي الخدمه موجوده على النوت 9 نوت 8 على الاس 10 على اس 9 اوكي. سو انت بحاجه بس لكيبل. طبعا النوت بيجي معه وايرلس كيبورد. فيك تستعملها هيدي الوايرلس كيبورد. فيك تستعملها عادي. بتيجي معه هي باكج بتيجي بهالطريقه هاي. ان شاء الله تكونوا اخذتوا فكره حلوه. بليز ميك شور اف يو لايك ات سبسكرايب لايك وشير اف يو وانت. ثانك يو سو ماتش جايز. سي يو.